اهلا وسهلا مشاهدينا الاعزاء في حلقه جديده من استوديو الاخباريه. معكم انا روان الوابل في حلقتنا لهذا اليوم. ونبدا حلقتنا بملتقى اثار المملكه العربيه السعوديه والذي يعقد في الرياض في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. معنا من هناك مراسلنا فيصل حاسن. مرحبا فيصل. فيصل تسمعني؟ مرحبا روان، هلا حياك الله. اهلين فيصل. نعم نعم. إذا ممكن في البداية تحكي لنا عن الملتقى والوضع عندك في ملتقى آثار السعودية المملكة العربية السعودية. نعم روان، طبعا كما ذكرتي هو انطلق الملتقى منذ يوم البارحة، كان بدايته منذ الساعة 8 صباحا صباح أمس، بدأ بورش العمل امتدت حتى 4 عصرا يوم أمس، وكان الافتتاح الرسمي بشكل رسمي الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض، كما كان يصحبه صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان الرئيس العام للهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. كذلك كان معيتهم عدد من الشخصيات المهمة والمهتمة بالأثار والتراث الوطني. طبعا الملتقى يستمر حتى يوم غد بإذن الله تعالى، يستمر بورش العمل منذ 8 صباحا وحتى 4 عصرا. ورش العمل كانت يوم أمس وبالإضافة لليوم، وتستمر حتى يوم غد بإذن الله. طبعا الأهداف التي يركز عليها الملتقى كثيرة، نستطيع تلخيصها في عدد من المحاور والتي كانت تركز على التثقيف بماهية الأثار وما تحويه بلادنا من إرث حضاري، بالإضافة إلى التعريف بمكانة المملكة من الناحية التاريخية والحضارية، كذلك توثيق تاريخ العمل الأثري في المملكة، بالإضافة إلى إقامة تجمع علمي للمختصين والمهتمين في مجالات أثار المملكة، بالإضافة إلى تحويل قضية الأثار إلى مسؤولية مجتمعية. كما ذكرنا هناك العديد من ورش العمل، بالإضافة إلى معرض مصاحب، بالإضافة إلى فعاليات أخرى لاستهداف العائلة والمجتمع السعودي بشكل عام. طبعا لإضافة المزيد من التفاصيل حول ما يدور في هذا النشاط وفي هذا الملتقى، ينضم إلينا الأستاذ جمال عمر وهو المشرف العام على المتحف الوطني في مدينة الرياض في مركز الملك عبد العزيز التاريخي. نرحب فيك أستاذ جمال، نقول لكم الله يعطيكم العافية، جهودكم واضحة من خلال هذا الملتقى ما تقدمونه لتاريخ وإرث وتراث المملكة العربية السعودية. تحدثنا عن الملتقى بشكل عام، كيف رأيتمه؟ السلام عليكم ورحمة الله، أرحب بك وبالسادة المشاهدين. الملتقى هو فكرة تبنتها الهيئة للتقريب بين المواطن وتراثه الحضاري، وتعريف المواطن بتراثه الحضاري وتوعيته لأهمية التراث الحضاري وملكيته لتراثه الحضاري المتمثل في الآثار ومتمثل في عناصر حضارية مختلفة. الملتقى يتضمن عدة فعاليات، كان من ضمنها حفل الافتتاح الذي تحدثت عنه قبل قليل، وايضا كان هناك المؤتمر العلمي، المؤتمر العلمي الذي يستمر لثلاثة ايام، بدا امس واليوم وغدا، غدا هو اخر ايام المؤتمر العلمي. قدمت فيه 135 ورقة عمل علمية محكمة. كان من ضمن هذه الأوراق العمل كانت ورقة بعد ظهر اليوم لصاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني. الجانب العلمي ليس هو الأساس بالنسبة لنا، وإن كان له دوره الكبير أو الذي استخراج هذه القطع الأثرية والمعلومات الأثرية، ولكن الدور الرئيسي في هذا المؤتمر هو تعريف المواطن بتراثه الحضاري وبآثاره وعمقه التاريخي. ففي هذا الجانب هناك 12 معرضا من المعارض المقامة هنا في المتحف الوطني، هناك معرض روائع آثار المملكة طرق التجارة القديمة في الجزيرة العربية، هذا المعرض المتجول الذي زار 12 محطة ثم حل في الرياض الآن في هذه المناسبة العزيزة على نفوسنا جميعا، الملتقى آثار المملكة العربية السعودية الأول. يحتوي 466 قطعة أثرية. هناك المكان الذي نقف أمامه الآن هو معرض الآثار المستعادة، وهنا دور المواطن الكبير، بحيث أن استعادت الهيئة وتمكنت من استعادة أكثر من 54 ألف قطعة أثرية من مواطنين سعوديين ومن أخوة وأصدقاء أجانب عاشوا في المملكة سابقا، وكل هذه الإعادات هي إعادات طوعية بشكل رئيس.
التزامن مع الملتقى تم إعادة هذه الأثار؟ هو accumulation تراكمية، ومع الملتقى كان هناك تكريم لآخر دفعة قدمت هذه القطع. الهيئة تعمل منذ بضعة سنوات في هذا المجال، ومع الزمن تم تكريم 136 مواطن، وتم تكريم 18 مواطن من الولايات المتحدة لم يحضر الرياض للتكريم، ولكن في مقر سفارة سيدي خادم الحرمين في واشنطن تم تكريمهم تزامنا وقتيا مع حفل الافتتاح، وكان حي على الهواء بالنسبة لهم هناك في واشنطن. إذا سمحت لي أستاذ جمال، بس كيف رأيتم التفاعل مع ورش العمل وما يقدم فيها؟ رائع، أكثر مما توقعنا، كان إيجابي جدا. قاعات المحاضرات كانت مليئة بالكامل، لا تجد رغم أنها ثلاثة قاعات متزامنة العمل فيها وجود القاعات، فأحيانا لا تجد مقعد، وأسوأ الفروض تكون شبه مكتملة شبه مليئة بالحاضرين لهذه المحاضرات. قدمت 135 ورقة عمل وستقدم، قدم أمس واليوم وستقدم غدا للاختتام، 135 ورقة عمل في ثلاث قاعات، والمحاضرات هي متزامنة في نفس الوقت. ماذا عن الرسوم؟ هل هناك رسوم دخول على الحضور؟ جميل جدا، بتوجيهات صاحب السمو الملكي أمير سلطان بن سلمان رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، ألغى المتحف الوطني رسوم الزيارة التي كانت تفرض على الزائر، فطيلة فترة المعارض المقامة الآن واللي هي 50 يوم ستكون الزيارة مجانية لجميع فئات المجتمع ولجميع المواطنين والمقيمين، ونرحب بالجميع ونتمنى أن يشاركوا وأن يتعرفوا على آثارهم وتراثهم، وأن يكون لهم دور فاعل في المحافظة على التراث الوطني والذي هو هويتنا. ماذا عن الفعاليات المصاحبة؟ هناك بعض الفعاليات الترفيهية الممزوجة بالتعريف، هي في ساحات مركز الملك عبد العزيز التاريخي، وهناك معرض هيئة المساحة الجيولوجية، وكما قلت لك هناك ورش عمل للأطفال ستكون في المتحف خلال 50 يوم، ورش عمل وفعاليات للأطفال مع اختلاف الأعمار، منها ما هو صباحي لفترة المدارس، ومنها ما هو مسائل الجمهور العائلة، والعائلة مستهدفة لنا هنا. يعطيك العافية. يعافيك ربي ويرضى عليك، شكرا لك وشكرا لكم، حياكم الله. نعم روان، طبعا هذا ما لدينا حتى الآن. كما ذكر الأستاذ جمال، المعرض أو الملتقى بشكل عام يجذب الكثير من المهتمين أو من يرغب بالاطلاع على ما يحتويه تراث المملكة وآثار المملكة. إليك روان من جديد. جميل جدا فيصل، شكرا جزيلا لك. معي على الهاتف الأستاذ نورة الرشيد، صاحبة مبادرة تراثنا والتي تتماشى مع رؤية 2030. مرحبا نورة. نورة تسمعيني؟ مرحبا نورة. يبدو أنه في مشكلة معنا في الاتصال. عموما نورة رشيد صاحبة مبادرة تراثنا وتتماشى مع رؤية 2030. السياحة في رؤية 2030 لها جانب كبير وفرصة كبيرة للبروز واستغلالها ولفت انظار العالم للتراث وسياحة المملكة المتنوعة. نورة تسمعيني؟ نورة؟ يبدو أنه في مشكلة، ممكن نلتقي فيها لاحقا. عموما نبدأ بقضيتنا لهذا اليوم. فالمتابع لسوق الأدوية في السعودية يلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها جهات عدة لضبط ذلك التفاوت، إلا أن تلك الجهود لم تؤتي ثمارها. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يروي متابعين لسوق الأدوية أن هناك تفاوتا كبيرا أيضا بين أسعار الأدوية محليا وخارجيا. المزيد بعد هذا التقرير. المتابع للسوق الأدوية في السعودية يلاحظ أن هناك تفاوتا كبيرا في أسعار الأدوية من صيدلية إلى أخرى، وعلى الرغم من الجهود التي تبذلها جهات عدة لضبط ذلك التفاوت، يروي متابعين لسوق الأدوية أن هناك تفاوتا كبيرا أيضا بين أسعار الأدوية محليا وخارجيا.
كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن خطوات وإجراءات لضبط ومتابعة الأدوية المغشوشة في السوق المحلي عبر مشروع التتبع الدوائي الذي يعتمد على وجود باركود خاص بعلبة الدواء سواء صنع محلياً أو خارجياً، وهو ما وصفوه بأنه إجراء عالي المستوى لضبط الدواء المغشوش. وشددت الهيئة على أن تسعيرة الدواء في السعودية تخضع لمراجعة مستمرة عبر لجنة متخصصة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقات، حيث تعمل على تسعيرة الدواء وفق أسس علمية محددة. وتفاوت سعر الدواء بين المملكة ودول أخرى، إن أسعار الدواء في بعض الدول متروكة للعرض والطلب. وفي المملكة نرى أن الدواء مهم جدا لحياة الإنسان، ومن الصعوبة ترك السعر مفتوحا يعتمد على العرض والطلب، ولا بد من تقييده، فالمريض يحتاج الدواء عند الضرورة. ويتم التسعير عبر لجنة في الهيئة مشكلة لهذا الغرض، وتضم أكاديميين ومتخصصين من قطاعات متعددة. ياسمين الصوفان، استوديو الإخبارية. للحديث أكثر عن هذه القضية معي ضيوفي في الاستوديو الأستاذ فهد أنتيفي مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بالهيئة العامة للغذاء والدواء، والأستاذ حماد السهلي مهتم بشؤون المستهلك. وللحديث أكثر أستاذ فهد، أبدأ معك في البداية عن أسعار الأدوية عندنا في المملكة. في البداية كيف يتم تسعير الدواء؟ هل من الهيئة أو من الوكيل أو من البائع التجزئة؟ والتسعيرة كيف تتم في البداية؟ ممتاز. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الحقيقة أشكركم جزيل الشكر على الاستضافة، ويمكن هذه فرصة مناسبة الحقيقة لتوضيح بعض الأمور بالنسبة لتسعير الدواء. الحقيقة هو السؤال اللي يسبق السؤال، لماذا يتم تحديد سعر الدواء؟ ويعني مصداقا لكلامك أو يعني تعقيبا لكلامك، هل يتم تسعير الدواء أصلا من الوكيل أو من المستهلك، أو هناك جهة تشريعية واضحة في الدولة يعني تقوم بعملية التسعير أصلا؟ الحقيقة يعني الدواء في واقع الأمر هو يعني سلعة غير تقليدية، يعني خلينا نعطيها يعني تعريف أو يعني كلمة هنا بالنسبة لنا نقول دائما هي سلعة مقدسة الحقيقة، لأنها هي في النهاية هي تجارة، لكنها الحقيقة تستخدم في علاج أو الوقاية من الأمراض لفئات محتاجة. فبالتالي دائما النظريات الاقتصادية المعتادة لا تطبق على الدواء، بمعنى لا يعني منحنى العرض والطلب لا يتقاطعان، وبالتالي السوق من تلقاء نفسه لا يحدد السعر. فبالتالي يسمى في علم الاقتصاد بأن هناك في فشل في السوق، بمعنى العرض والطلب لا يحدد السعر. هنا الحقيقة لجأت طبعا الجهات التشريعية في كل دول العالم إلى ضبط الأسعار، طبعا في ظل الامراض الحقيقه يعني اللي يعني تخرج كل يوم، ويعني وفي ظل اكتشافات عديده بالنسبه للادويه يعني لها تكاليف بحوث وتطوير عاليه جدا. فبالتالي يعني الجهه التشريعيه دائما هي من تضبط السعر. يتم عاده التسعير وفقا ل يعني قواعد معينه، هذه القواعد هي تمثل الاطار العام للتسعيره. طبعا في المملكة العربية السعودية أنا حقيقة يتم التسعير في ظل قواعد تسعير الأدوية، هي الحقيقة معتمدة بمجلس إدارة الهيئة العامة للغذاء والدواء بعد ما رجعت الحقيقة في مجلس الخبراء. طبعا القواعد هي أول إصدار لها كان في عام، أو تقريبا إصدار أول قواعد مفصلة كان في عام 97-1418. في 1425 تشكلت لجنة درست داخل مجلس الخبراء، في عام 32 أصدرت القواعد الحالية الحقيقة، واللي كان فيها اختلاف كبير مع انتقال المهام من وزارة الصحة. نتكلم عن مهام تسجيل وتسعير الدواء من وزارة الصحة إلى الهيئة العامة للغذاء والدواء. فبالتالي يتم التسعير وفقا لهذه القواعد. من يقوم بالتسعير الحقيقة هي إدارة مختصة داخل الهيئة تدرس طلبات التسجيل. طبعا لابد أن نوضح هنا أن بالنظام حتى يكون الدواء متوفر في السوق السعودي لابد أن يضبط سعره أو يحدد سعره من قبل الجهة المختصة اللي هنا الهيئة العامة للغذاء والدواء. يتم اقتراح سعر من قبل الإدارة المعنية، طبعا يعرض على لجنة تسمى لجنة تسعير المستحضرات الصيدلانية. اللجنة هذه الحقيقة مشكلة من جميع الجهات الحكومية ذات العلاقة من ممثلين فيها،
بعد ذلك وكذلك من بعض الأطباء والصيادلة الكلينيكيين ومختصين في اقتصاديات الدواء. بعد ذلك هذه التوصية من لجنة تسعير يعني تمرر إلى لجنة تسجيل المنشآت أو الصيدلانية ومستحضراتها. بعد ذلك يصدر فيها قرار ويصادق من قبل معالي الرئيس، يعني يعطى هذا السعر للشركة، وللشركة حق الاعتراض في خلال مدة زمنية معينة حسب نظام الدولة. طبعا في إثبات القصور أو التفوق للمستحضر مقارنة بالبديل، يعني أفضل بديل مسجل في الهيئة بإطار علمي متقن. هذا باختصار شديد طبعا. طيب يعني الآن الهيئة الغذاء والدواء هي التي تضع الضوابط للسعر وفق ضابط معين، صحيح؟ هي تضع الضوابط وفي نفس الوقت تسعر. يعني عندنا القواعد كان مثل ما قلت أنا كان آخر تحديث لها أو تغيير لها في عام 32، يعني نتكلم عن 2012-2013. طيب إذا ليش في فروقات بالأسعار، يعني ما بين فروقات بالأسعار داخل السوق السعودي قصدك؟ هو الحقيقة اللغط اللي صار في الآونة الأخيرة، طبعا ما في فروقات لنفس المنتج الدوائي. أول شيء لازم نعرف أن الصيدلية الحقيقة تحتوي على طيف عديد من المستحضرات الصيدلانية، بعضها يخضع للتسعير وبعضها لا يخضع للتسعير وفق لمعايير معينة. إيش اللي ما يخضع للتسعير؟ اللي ما يخضع للتسعير طبعا الصيدلية يعني مثل ما قلت تضم طيف كبير، يعني منها منتجات الأطفال، منها منتجات التجميل، منها منتجات إلى آخره. لكن اللي يخضع لضوابط التسعير أو يخضع للتسعير هي الحقيقة المنتج الصيدلاني الذي يستخدم في العلاج أو الوقاية من الأمراض للإنسان والحيوان. يعني ممتاز، نسميها خلينا نكون يعني دقيقين أكثر، نسميها مستحضر صيدلاني. وفي الآونة الأخيرة حقيقة كان في مبادرة من الهيئة العامة للغذاء والدواء في ضبط المستحضرات، مجازا نسميها هي مستحضرات صيدلانية لكن مجازا نسميها مستحضرات صيدلانية صحية تحتوي على الفيتامينات والمعادن، وضبطت أسعارها الحمد لله. نتكلم من عام 34-35 تقريبا. فهذه المستحضرات أصلا هي موجودة في السوق من أيام وزارة الصحة بعد ما انتقلت المهام. طبعا نما إلى علم الهيئة الحقيقة يعني بعد تحليل للسوق ومتابعة كذلك لمتابعة برضو سلوك الوصف بالنسبة للطبيب في العيادات وكذا، وجدنا أن بعض هذه المستحضرات حقيقة ليس عليها ادعاء طبي مثبت، وبالرغم من ذلك الحقيقة هي تصرف للمرضى. فكان حقيقة لزاما على الهيئة من يعني منطلق واجبها ويعني منطلق برضو صلاحيات ممنوحة لها أنها تحدد أسعار هذه المستحضرات. فالحمد لله تم تحديد اسعار هذه المستحضرات. هذه المستحضرات كانت تباع يعني كانت هي يعني لها حريه تحديد السعر في السوق، على افتراض ان السوق من تلقاء نفسه هو من راح يحددها، يعني من راح يحدد هذه المستحضرات. هي طبعا مستحضرات تستخدم في تحسين جوده الحياه اذا ما اعتبرنا، ما هي مستحضرات علاجيه من الدرجه الاولى. فاللي صار ان هذه المستحضرات ما زالت تضبط الحمد لله مع استمراريه تسجيلها. فيعني يمكن المستهلك في فترة من الفترات يدخل الصيدلية يحصل هذا المستحضر إنه يعني سعره عالي جدا، لما يتأكد من خلال وسائل الاتصال الموجودة مع الهيئة من خلال تطبيق أو الموقع أو مركز الاتصال الموحد يجد أن هناك سعره تقريبا يعني بالعشرينات بالثلاثين ريال. فهنا هذا اللقط اللي كان موجود. جميل. طيب استاذ حمد بسألك بحكمك مهتم بحماية المستهلك، الآن شاهدنا حملات وشاهدنا فروقات في الأسعار وهي يفترض انها ضمن ضبط معين، رأيك كيف احنا يعني ممكن نحمي المستهلك وليش حصل هذا اللغط او الغلط في الاسعار ما بين دواء ودواء، وبعض المستحضرات تكون في الصيدليه لكنها لا تشمل هيئه الغذاء الدواء؟ صحيح، هو ضعف الرقابه حقيقه، ضعف الرقابه وعدم استخدام التقنيه. الان المفروض انه استخدام التقنيه الباركود، استخدام التقنيه بين الربط الالكتروني بين هيئة الغذاء والدواء وبين الصيدليات. الآن في أدوية مثل ما ذكر التقرير مثلا في الأردن وفي مصر 20 ريال تلقاها عندنا 300 ريال. في بعض الوصفات اللي تكتب الآن تكتب بناء على الاسم التجاري مو الاسم العلمي. يعني في دواء نفس المستحضر ونفس الفعالية تلقاها ب 6 ريال، بينما في دواء آخر تلقاها ب 400 ب 500 ريال. فالهيئة أكيد أنا متأكد أن الهيئة لها جهود، لكن حجم السوق وكثرة الصيدليات والفوضى اللي حاصله يعني هذه تقريبا تفقد الهيئة الكنترول على الوضع اللي حاصل في السوق. طب ماذا وعي الناس بهذا الأمر، يعني الاسم التجاري والاسم الطبي، الفروقات في الأسعار، ماذا وعي الناس بهذه الأمور؟ الناس المفروض أنها يعني توجه الطبيب. بعض الأطباء يستغل الشيء هذا، بعض الأطباء أو المستشفيات الخاصة أو العيادات تلقى أساسا
عامل تواصل مع الشركة هذه، وعلى أساس يكسب المنفعة ما يجي المريض يعطيه وصفة بأعلى سعر، مثلا دواء ب 400 500 ريال، بينما في دواء ثاني ب 6 ريال و7 ريال. فبرضو الأطباء والصيدليات والمستشفيات الأهلية والمراكز الأهلية لها دور في الفوضى هذه. مرضنا برضو هيئة التخصصات الصحية يكون لها دور، أن الطبيب هذا بناء على إيش يكثر من صرف الأدوية، أنه له منفعة مع الشركة هذه، فهذا برضو جزء من الفوضى اللي حاصلة في سوق الأدوية. جميل. أنتقل لضيفي من جدة الأستاذ الصيدلي الجبيري شلاش، مساعد مدير الخدمات الصيدلانية بمدينة الملك عبد العزيز بالحرس الوطني بجدة. مرحبا أستاذ الجبيري، حياكم الله. الله يحييك. إذا ممكن تعطينا رأيك وتقييمك للوضع الأدوية وتسعيرتها عندنا في الصيدليات المختلفة والمنتشرة. أولا أحب أشكركم على هذا الموضوع، موضوع جدا مهم. وخلينا أبدأ من حيث انتهى الزملاء. الأشياء الموجودة في الصيدليات أكثرها لا تسمى أدوية، قد تسمى مكملات دوائية، قد تسمى تجميلية إلى آخره. لكن نحن ليش وصلنا على أنه نستخدمها مهما كان سعرها؟ هذا لأن في هنا عندنا تفريط في معنى الصحة. الصحة ممكن يعني تستفيد منها عبارة مجانا إذا نظمنا أوقات النوم أو نظمنا الغذاء، النشاط البدني. وإذا كان في هنا حاجة إلى الدواء، فالدواء هنا حيكون عبارة عن حاجة مكملة وليس هي عبارة عن حاجة تعمل كل شيء. فالمسؤولية الأولى أنا أجعلها هي بيد النفس المجتمع، يعني المواطن نفسه. يعني أنت أستاذ الجبيري يعني توكل المهمة رفع وعي الناس واستخدامهم للأدوية وعدم اللجوء للأدوية العلاجية دائما كحل مباشر. نعم. طيب لو نتكلم طيب عن عندي هنا تفضل. تفضلي. يعني هذه طبعا بأكيد الدرجة الأولى وعي المجتمع راح يخفف كثير من المشاكل، لكن الاختلاف في أسعار الأدوية اللي رصد مؤخرا نبغى تقييمك له. هل رفع أو اختلاف الأسعار هذا إيش أسبابه؟ مسؤولية من؟ هي تنقسم لعدة أقسام. القسم الأول قد يكون هي عبارة عن أدوية تكون في البداية سجلت كبيونير أو الأساسي، فيكون هذا سعرها مرتفع كبداية. ثم لما تبدأ الشركات التجارية بالتسجيل، فزي ما ذكر الزملاء عندنا هنا الهيئة الغذاء والدواء بتسجلها، بس لازم يكون أقل بمقدار معين إلى 15% أو أقل. بعدين عندك لما يجي دواء آخر جنيس أو ممكن يسجلوها بأقل من الأول ب10%. فعشان كذا إذا دخلت أنت الصيدلية أنت تلاقي دواء واحد لكن من شركات مختلفة بأسعار مختلفة. هذا الدواء بإمكانك تروح تقول للصيدلي أنا أبغى الدواء الفلاني، لو كان عندك وصفة طبعاً، أبغى الشركات اللي عندك، فهو بيعطيك الشركات الموجودة. وزي ما هو واضح بالصيدلية إنه هنالك أدوية من شركات متعددة بأسعار مختلفة، وأنا كصيدلي أنصح خذ الدواء الأرخص، لأن الأدوية كلها عبارة عن مصدرها واحد. جميل. وهذا اللي إحنا نسميها جنيسة، أي من نفس الجنس. يعني هم لما نقول أصلي وتجاري غلط، في الأدوية ما تعتبر أصلي وتجاري. جميل. لأنها كلها عبارة عن دواء واحد. جميل. تأثيرها واحد ومفعولها واحد. طيب أستاذ فهد، يعني أما النوع الثاني تفضل، هي الأدوية اللي يسمونها المكملات الغذائية، والمكملات الغذائية فهذه ما هي أدوية، ولكن هيئة الغذاء والدواء زي ما ذكر الزملاء أخذت على عاتقها بمراقبتها وتسعيرها حسب التسعيرة المنصفة. جميل أستاذ الجبيري. للوكيل وللمستهلك.
جميل جدا. بسألك أستاذ فهد الآن، وعي الناس مهم جدا في معالجة ومواجهة هذه المشكلة. كيف الناس تفهم أو تعرف إنه هذا الدواء ممكن له بدائل أقل سعر وممكن بدائل تؤدي نفس الغرض؟ هذه يعني عملية دقيقة قد تجهل الكثيرين. بلا شك. في البداية بستعقب على حديث أخوي، على حديثكم الحقيقة، الافتراض بأن في وجود ارتفاع في الأسعار يعني افتراض غير صحيح أبدا. الهيئة أخذت على عاتقها منذ تولي المهام من 2011، إحصائيات موجودة عندنا، يعني فقط في 2011-2012 بمراجعة 185 دواء فقط، بمراجعة سعر 185 دواء فقط، يعني الحقيقة حققنا توفير بمقدار 800 مليون ريال، وهذا الحقيقة إحصائيات موجودة، وإن على استعداد الحقيقة نشاركها مع أي واحد. يعني إحنا الحقيقة على عكس يعني السلع الأخرى، يعني دائما مع مرور الوقت في تضخم في الأسعار، الهيئة تقوم بمراجعة الأسعار بشكل مستمر. نسبة المراجعة عندنا دائما يعني تقريبا تتراوح من 25% إلى 35%. بالإضافة إلى ذلك الحقيقة هي أصلا في البداية ما هي أهداف التسعير؟ أهداف التسعير هي الحقيقة يعني الضبط أو وضع سعر عادل، يعني ماذا يكون عادل. الشيء الثاني الحقيقة السعر هذا ما يكون يؤثر على توفر الدواء وبالذات الأدوية الأساسية والمنشور على الحقيقة يعني قوائم منظمة الصحة العالمية. الشيء الثالث قدرة المريض للحصول على الأدوية هذه الأساسية بالذات المرضى المحتاجين من الفئات المحتاجة. الشيء الثالث الحقيقة زيادة الاستثمار وتوطين الصناعات الدوائية في المملكة العربية السعودية بما يتوافق مع الرؤية. أن نتكلم عن لما نتكلم عن زيادة يعني الاستثمار الحقيقة هي نقل التقنية لمستحضرات فريدة وفذة من نوعها، فريد يعني مستحضرات علاجية يعني فريدة من نوعها تكون يعني تستخدم بشكل لأمراض إما حادة أو أمراض مزمنة. الشيء الثاني كذلك هي الحقيقة تشجيع عمل الدراسات الكلينيكية داخل المملكة، وكذلك يعني تشجيع كذلك أنظمة البحث والتطوير واكتشاف مركبات. جميل. هذا دائما ما نطمح إليه. الحقيقة التركيز فقط على موضوع السعر، إحنا نتكلم عن أكثر من 7000 مستحضر مسجل لدى الهيئة. مراقبة المستحضرات هذه أو أسعار المستحضرات هذه يتم بشكل، خليني أكون صريح معك، يتم بشكل أسبوعي عندنا من خلال اللجان. الحقيقة دائما ننظر إلى شراكة ناضجة بين الهيئة وبين مقدمين أو مصنعي هذه المستحضرات المهمة والحساسة. تعقيبا برضو على كلام الأستاذ الكريم نبي نتكلم أن هناك في الحقيقة اختلاف الأسعار بين الدول، يعني مهما قلنا إحنا عندنا 8000 مستحضر، إذا تكلمنا عن هذه الاختلافات بلا شك هناك كذلك مستحضرات أعلى في دول ثانية وأرخص عندنا في السعودية. اكتشفنا عندنا هناك مستحضرات برضو في تركيا ذات المستوى المعيشي الأقل أغلى من السعودية، مستحضرات حديثة. اكتشفنا أن هناك كذلك الحقيقة فيه إقبال للسوق السعودي وتسجيل مستحضرات يعني ذات طابع علاجي يعني كيوربل، يعني أنها يعني تعالج مرة وليس تخفف الأعراض، بينما هي غير مسجلة في بعض هذه الدول. اكتشفنا أن هناك في بعض هذه الدول أدوية مغشوشة بسبب الوضع الاقتصادي الموجود هناك. فبالتالي الرقابة ما هي تأخذ الحقيقة من جهة واحدة، ونطمح الحقيقة في الهيئة أن يكون أن يعني أن هذا ما نعمل فيه في الآونة الأخيرة إلى ضبط السياسات التسويق والمستحضرات الصيدلانية أكثر، ونتعدى موضوع يعني ضبط التشريعات، يعني أن دائما المستحضر يعني يكون في مراقبة حتى موضوع الترخيص اللايسنسينج، أن الحقيقة نطمح إلى ما بعد ذلك في ضبط السوق بشكل عام. طيب أستاذي كيف يعني شرحتنا في البداية آلية وضع التسعير، طب كيف الهيئة بتراقب وكيف بتفتش وتتأكد أنه الأسعار ما تغيرت؟ ممتاز. أول شيء الحقيقة نقاط البيع، نتكلم هنا عن الصيدليات، هي ليست تحت صلاحيات الهيئة العامة للغذاء والدواء، هي ما زالت تحت صلاحيات وزارة الصحة، لكن الحقيقة بمبادرات الوزارة وبالتعاون والتكامل مع الجهات الأخرى بالذات وزارة الصحة يكون هناك في جهات أو يكون هناك فيه لجان مشكلة بين الجهات المختلفة من ضمنها الهيئة والوزارة الصحة والبلديات، الحقيقة في عمل جولات تفتيشية مفاجئة على 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 الصيدليات. الهيئة تراقب الحقيقة وتفتش مصانع الأدوية والتزامها بأسس يعني ممارسة التصنيع الجيد، كذلك التزامها بالتفتيش المباشر والمستمر على المستودعات والموزعين والوكلاء، وبعد ذلك في النهاية نقاط البيع. طبعا المستحضرات إن خلينا نتكلم إن يعني عندنا تقريبا أكثر من الثلث أو تقريبا الثلثين من المستحضرات المسجلة عندنا هي مستحضرات مستوردة،
فبالتالي يتم الضبط في البداية من خلال المنفذ، التأكد من أن السعر مطبوع على العبوة الخارجية من خلال طبعا مفتشي الهيئة والشخص على ذلك في المنافذ المختلفة البرية والبحرية والجوية. الشيء الثاني طبعا الأسعار تحدث وتنشر على الموقع الإلكتروني. الشيء الثالث طال عمرك يعني يكون في متابعة ما بعد ذلك، ما بعد التسويق لموضوع الأسعار. فبالتالي يعني حالات نادرة الحقيقة لمستحضرات دوائية أنه يكون هناك في اختلاف في السعر ما بين المسجل والأخير، يعني باستثناء ما وضحت لكم في البداية اللي هي المستحضرات محتوية على التأمينات والمعادن. أستاذ أحمد، بسألك عن ظاهرة يعني منتشرة وملحوظة اللي هي انتشار الصيدليات. هذه الظاهرة هل لها علاقة بتفاوت الأسعار أو عدم القدرة على ضبطها؟ لا، هذه ما لها علاقة بتفاوت الأسعار، هذه زي ما تقول كانها موضة وصارت الآن تلاقي كل بين بقالة وبقالة صيدلية، يعني صارت أكثر عددها أكثر من الصيدليات، فما من البقالات، فما هي ما لها دخل بالأسعار. الأسعار يمكن الأستاذ ذكر أنهم ما لهم دخل في رقابة الصيدليات عليهم التسعير. طيب المستهلك وش يسوي إذا لقى صيدلية مغير في الدواء؟ يعني وين يروح؟ أنا أروح وزارة الصحة، وزارة الصحة ما تقوم بجولات على الصيدليات، أروح الهيئة تقول أنا أسعر. طيب أنا عارف أنكم تسعرون جماعة، بس المستهلك لما يروح الصيدلية ويلقى الكرتون العلاج الصغير اللي بعشرين ريال 300 ريال، يروح يشتكي لمين الآن؟ لا، هو يرفع عن طريق الهيئة، يرفع عن طريق الهيئة زي ما وضحت من خلال التطبيق. الآن الأمور سهلة جدا، إحنا يوميا بالساعة نستقبل الحقيقة بلاغات على ذلك، سهل جدا. أنا أتمنى أنك تنزل حقيقة تطبيق الهيئة بك نهتم. طيب موضوع سهل، وش دور الهيئة في الحالة هذه؟ خليني أوضح لك. ترفع الصورة، الله يحييك، لما ترفع الصورة تتواصل معنا، إحنا نأخذ رقمك، نتواصل معك مرة ثانية، نرفعها لجان المخالفة ونبلغك بذلك. يعني أسبوع كامل عشان لا 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 في غضون، لا لا في غضون أيام، ليس بأسبوع. أيام فرض لاحظتها زي البلدية. الآن البلدية 49 10 دقائق سيارة عندك والمسؤول عندك يقفل لك المحل. صحيح. يعني الآن أنا ما سويت شيء. الله يطول عمرك. المستهلك ضايع بين وزارة الصحة وبين هيئة الغذاء والدواء. أنا بس الآن تحاول بس تجربنا عن طريق يعني بك نهتم أو عن طريق مركز اتصال موحد 1-4 ساعات، وبعد ذلك قيم الموضوع. أنا ما نتكلم من فراغ أو نتكلم على افتراضيات. في ناس ما يعرف التطبيق. ما نتكلم على افتراضيات. في ناس يعني. طيب. كلم واحد. طيب أنا لو بستفسر عن سعر دواء، يعني أنا ما أدري هذا السعر هل هو صحيح أو مبالغ فيه. هل في طريقة؟ من خلال الموقع أو من خلال التطبيق أو من خلال إنك يعني الاتصال على مركز اتصال موحد 1-4 ساعات. يعني ممكن أنا أسأل إنه هذا الدواء كم سعره؟ بالضبط. هل ممكن يوفروا لي بدائل؟ يقترحوا لي بدائل؟ صحيح. هي لو دخلتي على الموقع أو حتى على التطبيق تكتب المادة العلمية الموجودة على ذا، وهذه الحقيقة زي ما قلتي في البداية هي جزء من الحقيقة ثقافة المريض، فإن المفروض أنه يقرأ يعني الحقيقة النشرة الداخلية للمستحضر. هي تحدث وتكتب بلغة بسيطة جدا سواء باللغة العربية أو باللغة الإنجليزية وتراجع باستمرار. فبالتالي أنت تكتبين الاسم العلمي، طبعا الاسم العلمي تختارين التركيز مجازا يسمونه العامة القوة، بعد ذلك تختار العبوة، يطلع لك البدائل الموجودة. طبعا هذه البدائل هي ليست حتى نسميها بدائل، نسميها مماثلات جنيسة يعني من نفس الجنس زي ما وضح الأستاذ الكريم. بعد ذلك يعني يطلع عندك السعر. بس طبعا خلينا نوضح حاجة. ما تشعرنا هذه عفوا أستاذي يعني شوي متقدمة يعني مخاطرة، حتى لو أنا بشكل شخصي ما راح أقدر أتجرأ أبدل دواء. لا لا يعني. ما هو تبديل، الله يطول عمرك، هو نفس المستحضر لكن باسم تجاري آخر. بس يعتبر بالنسبة للمستهلك اللي ما عنده الوعي الصحي. صحيح. هذا والدواء. صحيح. العالي يعتبر. صحيح. أنه هو بدل الدواء. ممتاز. هذا جزء من الهيئة الحقيقة. الهيئة قامت الحين من سنة تقريبا أو زيادة في عمل حملات توعوية للمستهلكين، حتى موجودة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي اليوتيوب ورابط موجود، فإن الدواء الجنيس هو دواء مماثل بالضبط للدواء المبتكر الأصلي. وجزء من ذلك الحقيقة هو في أنه عمل الصيدلي في أنه يعني يوفر، يتكلم أن هناك دواء هذا مبتكر وفي دواء جنيس يعني سعره بعض الأحيان يوصل إلى أن أقل يعني من 50% من سعر الدواء المبتكر. أستاذ حمد، برجع لك في موضوع الرقابة. الآن هيئة الغذاء والدواء هي اللي تؤدي الدور الرقابي، برأيك هل تعتقد أنه يجب أن يكون في أدوار أخرى من جهات أخرى؟ صحيح، لازم يكون تنسيق مع وزارة الصحة، تنسيق مع الجهات المسؤولة. يعني الشخص هذا مسكته مزود في السعر، طيب أسلمه لمين؟ وزارة الصحة تقول أنا ماني جهة قبض ولا جهة. طيب وش العقاب؟ إذا العقاب الآن كله حبر على ورق، يعني ما نشوف شيء. العقاب نسوي كذا، لكن لو يصير يتسكر المحل ويشهر فيه ويأخذ على غرامة 150 ألف 200 ألف، الكل حيتعدى.
كل حي يتقدم، لكن الآن الدعوة ضايعة. يعني الهيئة تتكلم، وزارة الصحة تتكلم، والمستهلك غرقان بين الهيئة والصحة والصيدلية. في أدوية من تحت الطاولة تطلع بأسعار خيالية. فيه جمعية يعني حماية المستهلك هل لها دور في هذا الموضوع؟ لا، جمعية حماية المستهلك تقول والله يا أخي إحنا ما هو دورنا، هذا دور الهيئة، إلا يكون فيه اتفاق بين الهيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة وحماية المستهلك، ويوصل يجتمع ويوصل الحل، إنه والله يا أخي نشوف حل الناس اللي ضايع الآن بين الثلاث جهات هذه. يمكن الأستاذ قال إنه التسعير، أنا معك التسعير، أوكي التسعير، بس في تلاعب في الأسعار. طيب تلقى حاط الصيدلي عنده، ليش ما تصير مشبوكة بشبكة؟ شبكة الأسعار هذه معروفة، الباركود محدد، ما يقدر يلعب في الأسعار، ربط إلكتروني. فهذا الحل الوحيد. يعني أتوجه لك أستاذ الجبيري، إذا ممكن من وجهة نظرك الأهم أو أبرز السلبيات اللي مارسها الصيادلة والصيدليات في القطاع الخاص. قد يكون في عندهم سلبيات، وأهم السلبيات هذه هي عدم إظهار المعلومات كاملة. يعني عندك الأدوية اللي تكون ما يحتاجها المريض من يوم ما يدخل الصيدلي، أو قصد المريض للصيدلية مع وصفة معينة، طيب خذ هذا الدواء ينفعك بكذا، خذ هذا الدواء ينفعك بكذا، هذا الدواء ينفعك بكذا، هذا ما هو مطلوب، ما هو مطلوب. نحن هنا نبغى لنا، يعني نحن مطلوب مننا أن نحث الناس على استخدام الأمثل للصحة زي ما ذكرت في البداية. أما الترويج للأدوية فهذا كلام غير صحيح. أما التعامل مع المريض عموما فيجب أن يكون هناك في عندهم اللي نسميها لغة التواصل، بحيث أنك أنت تعطي المريض جهد كامل في معرفة يعني إيش اللي يحتاج المريض، كيف توصل المعلومة صحيحة للمريض. لأنه الاستخدام الأمثل للدواء هو أكبر داعم في توفير أسعار الدواء، لأنه استخدام الصحيح أول شيء ما يتكرر الدواء مرة ومرتين ثلاثة، لأنه المريض وثق بالدواء، مو معقول حياخذ من دواء مرة ومرتين معناته هذا في دوبليكيت لصرف الدواء. الشيء الثاني ممكن الاستخدام السيء للدواء ممكن يؤدي للمريض أنه يدخل المستشفى بالتنويم، فهذا معناته أنه أي تنويم تكلف المستشفى تكليف طائل من غير داعي. فهذه هي مهمة الصيدلي. عشان كذا نحن بنقول أنه الكوميونيكيشن اللي هي التواصل هي مهمة جدا بين المريض وبين الصيدلي، بحيث تعطيه المعلومات كاملة واضحة ما يحتاج أنه يأخذ الأدوية. طيب أستاذي، يعني هل الصيدليات تسعى إلى ربح مادي خليها تعرض هذه العروض وتقدم هذه المعلومات الزايدة والأدوية الزايدة تأثر على دورها يعني كصيدلية وتقدم دواء للعلاج؟ صيدليات تجارية اسمها تجارية، وأنا التجارية هذه أنا ما أسميها صيدليات للأسف الشديد، أنا أسميها مستلزمات الأسرة الصحية والتجميلية. لأنه لو لقيت نسبة الأدوية اللي في هذه الصيدليات يمكن ما تزيد عن 10% 15%، لو شفت إنها يعني في بعض الأماكن لها ركن معين هذه هي المسؤول عنها الصيدلي. أما بقية الأشياء الثانية هي الكوزماتيك، الأدوية العادية، هذه تكون مثلها مثل أي كونسيومبل يأخذها المستهلك من الرف. ما هي محتاجة لذلك أنا يعني ما أستغرب إذا كان الصيدلي اللي في الصيدليات الخاصة بيقوم بترويج أو بطرح بدائل أو بزيادة، لأن هنا في النهاية هو حيبيع. هذه الصيدليات الخاصة هي بيع، وبعدين في نهاية اليوم لازم يكون عنده مستوى من الربح. لكن أنا أعول على نفس المواطن، نفس المشتري. أنت يعني على أساس أنك على أي أساس تأخذ دواء أنت ما تحتاجه؟ على أي أساس أنت تستخدم أي
فهذه اللي يسميها مهما كان، سواء كان لابس بالطو او انه في العطاره، هذا يسموه، انا اسميهم بائعين الوهم. بائعين الوهم هذا حقون الكوزماتيك او التكميليه ولا شيء، لانه اذا كان الدكتور طبيب المعالج ما وصف لك اياها، معناته على اي اساس تستخدمها؟ على اي اساس تاخذ تجارب غيرك؟ فهنا يعني مشكلتنا هنا ان نحن نتبع التجارب، واي واحد يعني ذكر ان والله هذا موصوف ومجرب، فتلاقي على طول بلايندلي يعني بغير اي نظر يتبعون المصروف. وفي قصص كثيره ما ابغى نستدردها هنا، انه كيف دخلوا في المستشفيات بسبب هذه الادويه الموصوفه بطريقه مضمون. استاذ الجبيري شلاش، مساعد مدير الخدمات الصيدلانيه بمدينه الملك عبد العزيز بالحرس الوطني من جده، شكرا لك. استاذ حماد، يعني كثير نعول على وعي الناس في معالجة هذه المشكلة ومشاكل كثيرة، لكن يبدو أنه هذه المشكلة حساسة لأنها متعلقة بصحتهم وكذلك بمادياتهم. وعي الناس، من المسؤول، وكيف تقيم حملات التوعية في هذا الشأن؟ وعي الناس بالنسبة للأدوية مسؤول عنها هيئة الغذاء والدواء ووزارة الصحة، المفروض تثقف الناس، تحط برامج ندوات. الطبيب مسؤول؟ الطبيب مسؤول لما يجيه المريض المفروض يعلمه بالعلاج، انه انا عندي لك علاج كذا وعندي لك علاج كذا، حتى يعرف برضه وضعه. مو بيعطيه علاج بدل ما يعطيه علاج 300 ريال، يعطيه علاج بالاقل. هي التركيبه العلميه واحده، حسب مفهومي عن الاشياء العلميه، المفهوم البسيط، التركيبه العلميه واحده، انما تفرق العلامه التجاريه. صحيح. فبعض الاطباء مثل ما قلت لك متعاون مع شركه يحاول يسوق لها، والمنفعة خاصة يعني، فيحاول انه يعطي المريض، يجبر المريض على دواء معين او ماركة معينة او شركة معينة، المفروض ما يعطيها. طيب استاذ فهد، يعني دور المواطن الان في التبليغ عن دواء بسعر مرتفع، وكذلك دوره في الوعي بهذا الشأن، كيف انتم توعون المواطن بهذا الموضوع؟ ممتاز. ان مثل ما خبرتك الحقيقه لوسائل الاتصال بين الهيئه وبين المستهلكه، ونتكلم عن المريض المواطن المقيم في هذا البلد، الحقيقه موجوده ومتاحه وباساليب بسيطه، والحقيقه نسعد دائما الحقيقه بالحصول يعني او استقبال بلاغات المواطنين. الحقيقه دائما تسعى الهيئه في تحويل، بالتعاون مع وزاره الصحه، في تحويل الحقيقه الصيدليات بالذات المنتشره في السوق، الصيدليات الأهلية، من كونها الحقيقة نقاط بيع إلى نقاط عناية واهتمام بالمريض من خلال تقديم الاستشارات الصيدلانية وإلى آخره. جزء طبعا من موضوع الحقيقة في المراقبة، الحقيقة نطمح أنه يعني يكون في هناك يعني أنظمة لاعتماد الصيدليات، وأنا أتوقع المملكة لو عملت هذا بيكون إن شاء الله لها خطوة السبق في دول العالم كلها، من خلال الحقيقة زيادة جودة الصيدليات الأهلية وتقييس عملها. مين مفروض يكون مش يشرف على هذا الموضوع؟ هذه الحقيقة زي أي منشأة الحقيقة صحية موجودة في أنظمة اعتمادات موجودة زي سباهي وزي جي اس وان. الحقيقة هذه لو تطبق بشكل احترافي وكامل على الصيدليات، راح الحقيقة يتحول من كونها الحقيقة نقاط بيع تجارية إلى نقاط اهتمام بالصيدليات. كذلك الهيئة الحمد لله الحين يعني في صدد تطبيق نظام تراك اند تريس زي ما قال الأستاذ الكريم، أنه راح يكون في متابعة لكل مستحضر، حتى يعني استهلاكه من قبل المريض واسم المريض. متى راح يطلق هذا البرنامج؟ الآن الحين الحقيقة أننا مع شركة عالمية موجودة نشتغل في ذا، وراح يكون قريبا بحول الله. وتقني يعني؟ وتقني راح يتابع المستحضر من أول ما يطلع أو من المنفذ حتى استهلاكه من قبل المريض على كافة الصيدليات. ترى يعني نتكلم عن عدد كبير من الصيدليات موجودة في المملكة العربية السعودية. يعني راح يكون متاح من قبل المستهلك انه يراقب الدواء مثلا او لا؟ هي المراقبة من قبل الجهة التشريعية الهيئة. فبالتالي راح يكون عندي نظام كامل، انا اعرف من اللي استهلكه، وبالتالي هذا راح يمنع الغش في المستحضرات هذه. راح ابدا يعني حتى راح مراقبة السعر راح تكون بهالشكل، يعني ان المستهلك ببساطة يفتح التطبيق، يصور الباركود، راح يطلع له السعر بشكل كامل. جميل. حتى رقم التشغيل او الباتش نمبر،
تاريخ الصلاحية وإلى ما إلى ذلك. بس يمكن توضيح بس نقطة بسيطة يمكن أثار الأستاذ الكريم وحتى كان في لغط في الآونة السابقة أن هناك في اختلافات. بلا شك في اختلافات، مهما حصرنا الحقيقة في اختلافات راح يكون في أسعار الدواء بين السعودية ودول أخرى. طبعا هذا يرجع لاختلاف طبعا مستوى المعيشة بين 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 السعودية، اختلاف دخل الفرد القومي بين السعودية ودول أخرى. نتكلم عن درجة تحكم الدواء في السعر، في أمريكا مثلا لا يوجد هناك في تحكم مباشر على الدواء، إنما شركات التأمين. كذلك النظام الصحي وعملية تمويل المالي للنظام الصحي موجود في السعودية. الحمد لله رب العالمين، دولتنا الكريمة يعني ما في أي مواطن اللي يأخذ الدواء ببلاش، يعني ما يحتاج أن يدفع لا جزء من القيمة ولا نصف القيمة ولا أي قيمة كاملة. بعض الناس فقط يمكن طبعا الصيدلية بالنسبة لتكون يعني قريبة أو سهلة، فبالتالي يدفع من جيبه المباشر. أستاذ فهد، بس أنا حابة أركز على نقطة أنه الناس كيف تقدر تراقب أو تقيم، إذا ممكن تعيد لنا هذه النقاط على أساس السادة المشاهدين يتابعونها. نعم. الآن أي مواطن لو دخل صيدلية يبغى يتأكد من سعر الدواء كيف يتعامل؟ إما تصويره ورسالة عن طريق موقع عن طريق مركز الاتصال الموحد أو من خلال التطبيق، اللي هو طبعا حسب ما بينتي أو قلتي إنه يمكن يكون صعب شوية، لكن مو بصعب. يعني هو حتى لو كتب اسم المستحضر بالاسم التجاري الموجود، يأخذ العلبة يكتب اسم التجاري بالكبير، فبيطلع السعر مباشرة على طول، وبالتالي يقدر يبلغ من خلال التطبيق أو يكلم تليفون. جميل جدا. نعم. أستاذ فهد أنتيفي، مدير إدارة التسعيرة واقتصاديات الدواء بهيئة الغذاء والدواء، شكرا لك. شكرا. أستاذ حمد السهلي، مهتم بشؤون المستهلك، شكرا لمداخلاتكم وإضافاتكم معنا. أعزائي المشاهدين، ننتقل بكم الآن إلى صوت المواطن، إذ انطلقت أول مجموعة غير ربحية أعمالها تحت مسمى برمج، وهي تعنى بقطاع البرمجيات في المملكة، حيث تأتي هذه المجموعة مواكبة لرؤية المملكة 2030. التفاصيل أكثر في التقرير التالي. أطلقت المجموعة السعودية للمبرمجين برنامجاً يسمى برمج، وهي مجموعة غير ربحية تعنى بقطاع البرمجيات في المملكة العربية السعودية، وتعد عملاً مؤسسياً مواكباً لتطلع المملكة في دعم شبابها والفئات السنية من الجنسين للبدء في تنمية مهاراتهم البرمجية وتثقيفهم بها وترسيخ روح المبادرة لتعلمها، لتكون خطوة حقيقية لدعم القاعدة الاقتصادية الوطنية في ظل التوجهات الاقتصادية الجديدة المرتكزة على تشجيع المبادرات التقنية والمعرفية والاقتصاد القائم على المعرفة والمساهمة في بناء جيل مبدع من قادة المستقبل يسهمون في دفع واستمرار مسيرة التقدم والازدهار للوطن. كما تهتم المجموعة بالأبعاد المجتمعية والابتكارية والمهنية والريادية للبرمجة، ومن هذا المنطلق تتناول أيضا ثقافة هندسة البرمجيات والتشجيع على تعلم البرمجة واحترافها، بالإضافة إلى نشر ودعم المشاريع والمبادرات البرمجية. وتعتمد المجموعة على مبادرات المتطوعين وجهودهم، وعضويتها متاحة لكل من يتبنى رؤيتها ورسالتها وأهدافها من رجال ونساء. وتعد المجموعة غير هادفة للربح، وتسعى لأن تكون كل النشاطات متاحة بلا مقابل. بدر مشعل، استديو الإخبارية، الرياض. للحديث أكثر عن المجموعة، ضيفي في الاستوديو الشريك المؤسس ومدير تطوير أعمال مجموعة برمج، المهندس محمد العمودي. مرحبا مهندس محمد. حياك الله، أحب أمسي عليك ومسي على جميع المشاهدين والمتابعين في كل مكان. حياك الله. برمج أول مجموعة تقنية لخدمة المبرمجين السعوديين، كيف؟ اشرح لنا بشكل مبسط للمشاهدين كيف هالمجموعة. طيب خلينا أول شيء أعطيكم نبذة عن المجموعة. المجموعة السعودية للمبرمجين برمج هي مجموعة تطوعية غير ربحية تعنى بقطاع البرمجيات في المملكة العربية السعودية، أنشأت مؤخرا. طبعا تعد عمل مؤسسيا كاملا يتماشى مع تطلع المملكة في دعم المبادرات الشبابية والفئات السنية المختلفة من الجنسين للبدء في تنمية مهاراتهم وتثقيفهم في
البرمجة والبرمجيات بشكل عام وتحفيزهم ودعمهم لممارسة البرمجة في مختلف القطاعات. طبعا المجموعة أخذت على عاتقها منذ فترة ليست بعيدة بدء في توعية كافة أقطاب المجتمع في البرمجة والبرمجيات بشكل عام من خلال إقامة عدد من المحاضرات والندوات التي ساهمت ولله الحمد في استقطاب عدد من سواء من المتطوعين الذين يرغبون في تقديم المحاضرات والندوات أو حتى المشاركين الذين يرغبون في تطوير مهاراتهم وقدراتهم في مجال البرمجة. يعني أنتم كنتوا توعون الناس في بإيش بالضبط وخصوصا موضوع البرمجة؟ يعني هل موضوع البرمجة نحتاج المجتمع يعرف عنه أو تبغى تستقطب الناس المهتمة في هذا الشأن؟ خلينا أوضح لك. أول شيء عندنا هنا في المملكة العربية السعودية في شح تقريبا في الكوادر المتخصص في البرمجة بشكل عام. إحنا نحاول نستهدف جميع الأقطاب المجتمع وتوعيتهم وتثقيفهم في البرمجة وتوعيتهم أهمية دورها يعني في المجتمع؟ كل أقطاب المجتمع تقريبا نستهدفهم بحيث أنه أي واحد يرغب في تعلم البرمجة يقدر أنه يلتحق معنا ويتابعنا باستمرار حتى يتثقف حول البرمجة والبرمجيات بشكل عام. أي فئة تستهدفون مهندس محمد؟ احنا تقريبا نستهدف جميع فئات المجتمع، الطلاب، المهندسين، المتخصصين في مجال البرمجة بحيث نزيد من فعاليتهم وأدائهم في قطاع البرمجة بشكل عام في المملكة العربية السعودية. أساس أن نقوم بهذا الدور زي ما ذكرت نقوم بعدد من المحاضرات وورش العمل المتخصصة، بالإضافة أنه نسعى إلى خلنا نقول نقدم عدد من التقارير والمشارات البرمجية المتعلقة في البرمجة بشكل عام، مواكبة آخر التطورات في هذا المجال والبحث عن المعلومات ونشرها بين المبرمجين. طيب كيف المجموعة راح تخدم وممكن توظفونها لرؤية 2030؟ طيب منذ فترة ليس بعيدة أخذت المجموعة السعودية للمبرمجين برمج على عاتقها البحث عن أفضل الممارسات العالمية والبرامج التي تعنى بخلق مجتمعات البرمجة والبرمجيات بشكل عام، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جودة الخدمات سواء المشاريع أو الابتكارات البرمجية أو حتى المعلومات البرمجية. حقيقة المجموعة عملت على نموذج عمل، خرجنا بنموذج عمل اشتمل على عدد من القيم المضافة التي ستعزز بإذن الله وتشجع على تعلم البرمجة ونشرها بين المجتمع، وبالتعاون بلا شك مع كافة قطاعات المجتمع لخلق هذا التطور قطاع البرمجيات بالمملكة، وستعزز بإذن الله من تكوين كوادر متخصصة بشكل كبير جدا. يعني الآن لو شاهدنا أي شاب أو شابة مهتمة بهذا الموضوع ممكن تتواصل معكم وأنتم بتقدمون لها أو توجهونها للطريق الصحيح؟ بالضبط صحيح. حنا قد نقدم لها الدعم بشكل مباشر أو تكون أونلاين من خلال طبعا المحاضرات كلها تسجل أونلاين، يقدر أي واحد يطلع عليها من خلال البوابة الخاصة بالمجموعة، أو يمكن حضور ورش العمل التدريبية اللي قاعدين نقوم فيها بشكل دوري شهريا تقريبا. طيب سؤال يعني وبذا ممكن بالمختصر، المبرمج إيش مستقبله؟ يعني الآن لو في أحد مهتم أو عنده الرغبة إيش المستقبل ينتظره؟ طبعا خلنا أكون معك صريح، الآن يعني إحنا قاعدين نرتب إلى الآن يعني ما بعد وضحت الرؤية بشكل واضح تماما، وضعنا عدد من الأهداف نطمح أن نحققها إن شاء الله بالتعاون بين أعضاء المجموعة والمتطوعين من كل أنحاء المملكة. جميل. طبعا المبرمج إيش يقدر يستفيد مننا؟ يقدر يستفيد أشياء كثيرة جدا، يعني عنا أول شيء بنوفر له المهارات والقدرات اللي تطور من مهاراته وقدراته، ندعم المشاريع الابتكارية والأفكار ونساهم في تطويرها ونموها. هل في جهات تدعمكم متبنية فكرتكم؟ إلى الآن لا، ما في للأسف. المجتمع عندنا في شح في دعم مبادرات من هذا النوع،
ولكن جميل. سنسعى إن شاء الله. جميل. المهندس محمد العمودي الشريك المؤسس ومدير تطوير أعمال مجموعة برمج، شكرا لمداخلتك معنا وانضمامك لنا في استوديو الإخبارية. إلى هنا نصل أعزائي المشاهدين إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم غدا بإذن الله في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى اللقاء.